طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الفيديو ده هشرح فيه الحصة رقم 1 في الاستاتيكا، وهي حصة مكررة. أول حاجة في الحصة خلينا أعرفك إيه هو علم الميكانيكا، وبعد كده بناخد أقسام علم الميكانيكا. علم الميكانيكا هو علم بيهتم بدراسة حركة أو اتزان الأجسام المادية. بمعنى لو أنا معايا جسم مادي، أي جسم مادي، افترض معايا أنا معايا عربية، العربية دي واقفة على طريق كده، العربية دي وهي واقفة اللي هي وهي ساكنة أو متزنة، والعربية دي وهي متحركة. أنا معايا حالتين للعربية، العربية وهي في حالة اتزان أو سكون، في حالة اتزان أو سكون، وفي حالة الحركة بتاعتها. فقال لي علم الميكانيكا لو أنا هشتغل قوانيني والجسم متحرك، يبقى ده كده بيختص بالديناميك، او ده كده اسمه ديناميك. طيب، اما لو انا استخدمت القوانين اللي علم الميكانيكا بيفرضها عليا والجسم في حاله سكون، يبقى انا كده ايه، شغال في علم اسمه علم الاستاتيكا. تمام. يبقى الفرق بين علم الاستاتيكا وعلم الديناميكا ان علم الاستاتيكا بيهتم بدراسه اتزان الجسم، سكون الجسم، من خلال شوية القوانين اللي هو بيفرضهم عليا، أنا بستخدمهم وبطبقهم معايا وعلى الجسم اللي معايا. طيب، أما لو الجسم كان في حالة متحركة، عربية ماشية بسرعة معينة، بدأت أطبق القوانين اللي معايا، كده أنا دخلت في علم الديناميكا. تمام. يبقى الخلاصة، علم الاستاتيكا هو علم بيختص أو بيهتم بدراسة توازن الأجسام، بيختص أو بيهتم بدراسة توازن الأجسام تحت تأثير القوى المؤثرة عليها. أما علم الديناميكا هو بيهتم بدراسة حركة الأجسام تحت تأثير القوى المؤثرة عليها. بعد كده بنتقل لحاجة اسمها الكميات الأساسية والكميات المشتقة. طيب، خليني كده في البداية أعرفك هو إيه أصلا يعني كميات أساسية وإيه أصلا يعني كميات مشتقة. طيب، قال لي لو أنت في مصر وفي دولة تانية زي مثلا أمريكا أو ألمانيا، قال لي في مصر هتلاقيهم بيقيسوا الطول بالمتر، وفي أمريكا اكتشفت إن هم بيقيسوا الطول بحاجة اسمها القدم أو فوت. تمام. طيب، أهو قدم. فلو انا هقارن الاختلافات، هلاقي ان الطول في مصر غير الطول في امريكا. الحاجات دي مختلفة طبقا لحاجة اسمها انظمة الطول او انظمة الوحدات اللي شغالة بها البلد دي. ففي مصر، قال لي مصر شغالة بنظام اسمه النظام الدولي بيرمز ليه بالرمز اس اي، واس اي هو اختصار لحاجة اسمها System International Units، وحدات النظام الدولي. اما في امريكا شغالة بنظام تاني خالص غير الاس اي. تمام. طيب، نمسح بقى الحاجات دي ونكتب من اول كده تاني. كده انا عرفت ان الطول في مصر بالمتر، عرفت ان الكتلة بالكيلو جرام، عرفت ان الزمن بالسنة. دي كده اسمها الوحدات الاساسية. اما كوحدات مشتقة، فانا بشتق من المتر، ممكن اشتق منه سنتيمتر، ممكن اشتق منه مليمتر، ممكن اشتق منه مايكرو، نانو، وهكذا. اما الكيلو جرام ممكن اشتق منه برضو جرام، وهكذا. اما الثانية ممكن اشتق منها ساعة او دقيقة، وهكذا. يبقى الاشتق منها، اذا الوحدات اللي تحت دي اسمها وحدات مشتقة، اما الوحدات اللي فوق اسمها وحدات اساسية. طيب، بنحتاجها فين؟ بنحتاجها في شابتر قدام شوية، وبنحتاجها في حتة التحويلات، ان اعرف احول من وحدة لوحدة، والحاجات دي هتكون واضحة اكتر في الحصة رقم 2 الخاصة بحل الاسئلة. طيب، بعد كده بدخل براجع معاك برضو حاجة اسمها قانون نيوتن التالت. قانون نيوتن التالت بيقول لي، الراجل ده بيقول لي لو انا معايا جسم،
زي كده. الجسم ده موجود على سطح، إذن ده السطح وده الجسم، ده السطح وده الجسم. بيقول لي إن الجسم ده لو هيأثر على السطح ده، أو لما أنا أمسك الجسم وأحطه على السطح اللي هو ده هيأثر على السطح، هيأثر على السطح بإيه؟ قال لي وزن واو. إيه الوزن؟ وزن مين؟ وزن الجسم ده. تمام. تاني، لو أنا معايا سطح والسطح ده أنا حطيت عليه جسم كده، أو لما أحط الجسم على السطح فالجسم ده هيزود من كتلة السطح بمقدار حاجة اسمها واو، وزن، وزن الجسم. يبقى الجسم بيأثر على السطح بوزنه، الجسم اللي هو ده بيأثر على السطح اللي هو ده بوزنه. تمام. طيب نرجع تاني، بعد لما انا عرفت ان الجسم أثر على السطح بوزن، فالراجل قال لي افترض معايا انت واقف قدامك شخص بتتخانق معاه، انت ضربته قلم، فالشخص اللي انت ضربته قلم مش هيقف ساكت، قال لك لا ده هيرد عليك نفس القلم. تمام. فنفس الكلام او نفس الستايل، يعني الجسم لما انا احطه على السطح ده هيأثر على السطح بالوزن واو، أم السطح هيرد عليه برضو برد فعل بيرمز ليه بالرمز راء. تمام. يبقى دلوقتي القاعدة بتاعت قانون نيوتن التالت تقول لي ايه؟ تقول لي ان كل فعل رد فعل، كل فعل موجود معايا الفعل هنا واو ليه رد فعل مساوي ليه في المقدار، يعني واو بتساوي راء كمقدار ولكن كاتجاه متضادين في الاتجاه. لكل فعل رد فعل، الفعل هو واو ليه رد فعل راء اللي هو فوق ده ولكن متضادين في الاتجاه، واحد لتحت زي ما انت شايف والتاني لفوق بالشكل ده. تمام. ودي قاعدة ركيزة أساسية بنبني عليها فكرة الاحتكاك اللي هنقوله بعد شوية. طيب ده كده قانون نيوتن التالت. الحتة اللي بعد كده بدخل في رد الفعل كاتجاهات، بدخل في اتجاهات رد الفعل. بمعنى قال لي لو انت معاك سطح وانا حطيت جسم على السطح بالشكل ده، انت قايل لي من شوية ان الجسم اثر على السطح بوزن واو صح، والسطح هيرد حاجة اسمها رد فعل راء. تمام. السؤال، هل دايما رد الفعل عمودي زي ما هو واضح بالشكل ده؟ هل دايما رد الفعل عمودي طالع لفوق كده، طالع لفوق كده زي ما هو واضح في الشكل؟ قال لي القاعدة بتقول لي عندنا حاجتين في رد الفعل كمتجه او ليه اتجاه، يعني فهو بينقسم لحاجتين. اول حاجة معايا رد فعل عمودي او مائل. تمام. تاني، رد الفعل ده ممكن يكون عمودي زي كده وممكن يكون مائل، مائل ممكن يكون عامل كده. طيب امتى يكون مائل؟ بشكل تاني طبعا. طيب لو انا معايا دلوقتي مثلا عمل لي الراجل رسم لي رسمة، قال لي ده سطح، اسف، قال لي ده سطح كده، السطح ده انا حطيت عليه جسم، الجسم ده يأثر على السطح بوزنه واو، وعمل لي خط قال لي كده، قال لي ان السطح معاك ده سطح املس، قال لي ان السطح ده سطح املس، وارسم رد الفعل. فرقم واحد انا ابدا اقول ان السطح املس، بما ان السطح املس اذا رد الفعل هيكون عمودي على السطح. اذا انا باخد من دي قاعده، باخد قاعده بتقول لي ان دايما رد الفعل لو السطح ده املس فان رد الفعل على السطح الاملس عمودي. تمام. عمودي بالشكل ده، الزاويه دي 90 درجه طبعا. تاني، رد الفعل على السطح الاملس عمودي. تمام. ده كده اول نوع من انواع اتجاهات ردود الفعل. تاني نوع من اتجاهات ردود الفعل ان رد الفعل غير عمودي. طيب رد الفعل غير عمودي ازاي؟ هنوضح بمثال اكتر.
فقال لي بقى، قال لي قبل ما تبدأ تاخد مثال لازم يكون عندك نبذة أو فكرة عن حاجة اسمها الاتزان. طيب الاتزان ده بصراحة الاستاتيكا كلها أو المنهج اللي معانا كله مبني على حتة أو كلمة الاتزان دي. وكمان بعد الاتزان لازم يكون عندك نبذة عن حاجة اسمها تحليل محصلة. تحليل المحصلة، طيب خلينا نبدأ في أول واحدة ونعرف يعني إيه اتزان. طيب من شوية وأنا بشرح لك أو بعرفك علم الميكانيكا، قلت لك إن علم الميكانيكا بينقسم لقسمين، قسم اسمه ستاتيك أو الاستاتيكا بننطقها عندنا في مصر أو كشرق أوسط يعني نظام عربي استاتيكا، وديناميك اللي هو برضو بننطقها ديناميكا. فالاستاتيكا بمعنى حاجة اسمها اتزان أو سكون، أو سكون لو هندبلك كلمة استاتيك هنعرف إنها معناها اتزان أو سكون، وديناميك معناها متحرك، ديناميك يعني متحرك. طيب برضو ده مش شغلنا، المهم إن كلمة اتزان إذن بتختص بمين؟ بالسكون ولا الحركة؟ لأ بتختص بالسكون. تمام، إذا أنا هدرس الجسم وهو ساكن متزن، إذا الجسم ساكن يعني متزن، الجسم ساكن يعني متزن، بمعنى لو أنا مسكت حتة قلم أو حتة كتلة كده صغيرة، حتة حديدة مثلا، والحديدة دي حطيتها على السطح، والحديدة بعد لما حطيتها على السطح فضلت الحديدة ساكنة واقفة ما اتحركتش، اشمعنى ما اتحركتش؟ قال لي أول لما أنا أحط الحديدة بالراحة كده بهدوء على السطح هتأثر على السطح بوزنها هو واو، فالسطح ده هيأثر على الحديدة برد فعل راء. تمام، قال لي لو سألتك سؤال هل الخط ده على استقامة واحدة هتقول لي اه الخط ده فعلا على استقامة واحدة، وقانون نيوتن الثالث بيقول لي ان الواو بيساوي راء. يبقى السؤال الثاني هل مقدار الوزن بيساوي مقدار رد الفعل؟ الإجابة هتقول لي بالفعل فعلا الاتنين متساويين في المقدار. طيب السؤال الثالث هل ليهم نفس الاتجاه ام ليهم عكس الاتجاه؟ الإجابة هتقول لي ليهم عكس الاتجاه. بتاخد مني استنتاج بيقول ان كده بالفعل الجسم ده اصبح متزن او ساكن، ومن خلال كده انا بعرفك ايه هي شروط الاتزان. رقم واحد ان انا معايا قوتين، قوة وقوة، القوتين ليهم نفس المقدار، ده واحد. رقم اتنين القوتين على خط عمل واحد، يعني على خط استقامة واحدة او خط مستقيم واحد زي ما انت شايف كده. رقم تلاتة ان القوتين على خط مستقيم واحد ومتضادين او متقابلين في الاتجاه. قال لي بالفعل الراء والواو ليهم عكس الاتجاه، قال لي فان الجسم اصبح متزن، الجسم كده اصبح متزن. يبقى لو انا معايا جسم هل او ازاي اعرف هل الجسم ده متزن ام لا؟ بشوف الثلاث شروط اللي معايا، هل الاتنين متساويين في المقدار، هل القوتين على خط عمل واحد، هل القوتين متضادتين في الاتجاه. لو الشروط الثلاثه، ولا بد ان الشروط الثلاثه لازم تتوافق معاك، اذا الجسم اصبح متزن. تمام. طيب بعد كده انا عرفتك يعني ايه جسم متزن، يعني بيتوفر فيه ثلاث شروط انا لسه قايل لك عليها. طيب بعد كده تعالى بندخل لحته اسمها تحليل المحصله، بمعنى لو انا معايا محور السينات بالشكل ده، تاني ممكن اوقف بس ثانية. طيب بص معايا الافقي، الخط الافقي ده محور السينات والخط الراسي ده محور الصادات. افترض معايا ان انا دلوقتي بدأت ارسم قوة بالشكل ده، تمام انا كده بدأت ارسم قوة بالشكل ده. طيب القوة دي اسمها ايه؟ كبير، اسمها قوة. تمام، وكان معايا زاوية صغيرة في الحتة دي اسمها هاء. طيب انا عاوز اعرفك ايه، هل القوة دي ينفع احللها؟ قال لي بالفعل في تانية ثانوي انت اخدت حاجة اسمها تحليل المحصلة، ان المحصلة اللي معايا او المركبة اللي معايا لو مائلة على احد المحاور، مائلة على محور سين او مائلة على محور صاد زي ما واضح بالشكل، فانت ممكن او متاح ليك انك تحلل القوة دي الى مركبتين، المركبة الاولى في اتجاه محور سين والمركبة التانية في اتجاه محور صاد. طيب نظام التحليل ايه؟
او مبدا عمل التحليل ده ايه او فكرته ايه. قال لي دايما الزاويه اللي قريبه من المحور باخد جدا، بمعنى دي قوه صح، باخد قاف قاف في جتا اهي، قاف في جتا اهي. اما المحور اللي هو بعيد عن الزاويه دايما بحطه في جا، فبياخد قاف جا اهي. قال لك دي معلومه لازم تكون عارفها كويس جدا، ان اي قوه مائله زي ما واضح بالشكل اللي معاك، اي قوه مائله زي ما واضح بالشكل اللي معاك بحللها لمركبتين، مركبه افقيه ومركبه راسيه. زميلكم سأل المرة اللي فاتت وقال طب افترض معايا يا كبير ان الزاوية موجودة في الحتة دي، الزاوية موجودة في الحتة دي، ان هاء زاوية هاء كانت موجودة في الحتة دي. طيب دي اصبحت الزاوية. قال لي همشي بنفس المبدأ اللي انا قايل لك عليه من شوية. ايه هو المبدأ؟ قلت لك ان الزاوية القريبة من المحور بتاخد جتا، فده هياخد جتا اهي قاف، واللي بعيد عن الزاويه بياخد جا، فده هياخد جا يبقى قاف جا. كده انا حللت القوه اللي هي قاف اللي معايا دي لمركبتين، واحده افقيه قاف جا وواحده راسيه قاف جتا هي. طبعا دي جميله جدا وبيزكس واساسيات مهمه جدا لازم تكون عارفها. طيب ما تملش معايا احنا لسه بنبدا. طيب كده هرجع بيك لحته رد الفعل الغير عمودي، رد الفعل الغير عمودي. طيب طيب قال لي لو ده سطح، لو ده سطح والسطح ده لاحظ السطح ده سطح ايه؟ خشن. لو السطح ده سطح خشن تمام. قال لي وانا حطيت عليه جسم من فوق كده، انا مسكت جسم وحطيته عليه كده تمام. قال لي السطح ده لتحت تاني، انا حطيت على السطح جسم، الجسم ده هيأثر على السطح بإيه؟ الجسم ده هيأثر على السطح بإيه؟ هتقول لي بواو صح؟ هتقول لي بواو اهو الوزن يعني. طيب قلت لك تمام في حتة تانية، قلت لك اتفضل. قال لي انا هشد الجسم ده بقوة كده في الاتجاه ده، قوة قاف تمام. والسطح ده خشن، بعمله ازاي او اعرف انه خشن ازاي؟ ممكن يقول لك في المسألة او ممكن يجي ليك في رسمة هو رسمها ليك، يعمل لك خطوط داش تحت كده، الخطوط دي بتدل على ان السطح اللي معاك ده سطح ايه؟ سطح خشن. المهم انا معايا دلوقتي الجسم، الجسم حطيته على السطح ده، الجسم بيؤثر على السطح بي واو، وانا بدأت اشد الجسم بقوة قاف. سألني سؤال رد الفعل، قال لي لو انا عاوز اخلي الجسم ده متزن، رقم واحد انا عاوز ان الجسم اللي معايا ده يكون متزن في حاله اتزان. هسالك سؤال بقى، هل رد الفعل هيكون عمودي؟ فانت واحد دايما هتقول لي دايما او لو انت واحد لسه مبتدئ شويه هتقول لي بالفعل رد الفعل هيكون عمودي. قلت لك طب انا هرسم معاك وهمشي معاك بالخطوات وهنشوف هل رد الفعل بالفعل هيكون عمودي ولا لا. فعملت لي كده، اسف، رسمت لي كده وقلت لي ان رد الفعل هيكون لفوق، وبدات تكتب ليا را ان ده رد الفعل. طيب وانت هقول لك الاجابه هعرفها لك بس لما تفكر معايا. والله انا طلبت منك ان الجسم اللي معاك يكون متزن، هل انت وفيت بالشروط دي؟ هفكرك بالشروط بتاعه الاتزان، ان كل قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه. فانت هتمسك القلم كده معايا هتقولي بالفعل الوزن والراء على نفس الخط المستقيم تمام ومتضادتين في الاتجاه. هقولك افترض انهم متساويين في المقدار، بمعنى ان واو وراء بيتوافوا في الشروط، خلاص كده انا هحذفهم واقولك بالفعل واو وراء متزنين. طيب هبص على القوة، هل القوة بيقابلها رد فعل؟ تاني هل القوة كده بيقابلها رد فعل؟ لا طبعا انا عارف ان رد الفعل اهو، انت قلت ان رد الفعل عمودي وانا معايا رد فعل واحد فانا حطيته عمودي، فخلاص الراء والواو طاروا مع بعض، خلاص انا مش عاوزهم، باقي القوه. هل كده الجسم هيكون متزن؟ هقول لك لا، ما انت كده عندك في خلل في الموضوع. لو كل قوتين موجودين معايا بيلاشوا بعض
هيصبح الجسم متزن. طب انا معايا قوة اهي، هتلاشي مين او مين هيلاشيها؟ مفيش. قال لي ففي الحالة دي رد الفعل غير عمودي، وبعرفك ان في الحالة دي رد الفعل مائل، رد الفعل مائل تاني، رد الفعل اللي معاك مائل عامل كده، هو ده رد الفعل اللي معايا. بيرمز ليه براء، حط عليها برايم او داش من فوق كده، وبيطلق عليه باسم رد الفعل المحصل. بيرمز ليه برمز رد، او بيكتب بمعنى رد الفعل المحصل. تمام. طيب بنكمل كده، عرفتك ان رد الفعل لو كان عمودي غلط، الصح ايه؟ الصح في رد الفعل ان هو يكون مائل بالشكل ده. اذا انا همسح ده، صح ولا غلط؟ انا همسحه. تمام. طيب كده انا عرفتك، لو انا معايا سطح خشن، زي ده، بيرمز ليه او بتعرف ان خشن من الخطوط اللي تحت دي، وانا حطيت عليه جسم، الجسم اثر على السطح بواو، بوزن واو، وبدات اشد الجسم اللي معايا بقوه قاف، رد الفعل القاعده بتقولي ان رد الفعل هيكون مائل بالشكل ده، وهيطلق عليه برد الفعل الايه؟ المحصل. طيب من الشكل اللي معايا ده هرجع بيك لورقه فاتت. الورقه دي كنت بقول لك فيها حاجه اسمها تحليل القوه. تحليل القوه يا جماعه بمعنى ان الجسم او السطح اللي معايا او الجسم اللي معايا بقى ليه رد فعل مائل بالشكل ده، اسمه رد فعل محصل. طيب هبدا احلل رد الفعل المحصل لمركبتين. انا قايل لك اي قوه مائله ممكن احللها بناء على القاعده اللي لسه كنت بقولها لك من 3 دقائق بالظبط، ان القوه المائله بحللها لقوتين متعامدتين، واحده افقيه والثانيه راسيه، واحده افقيه على الخط ده والثانيه راسيه على الخط اللي هو اسف، واحده راسيه على الخط ده والثانيه افقيه على الخط ده. فقال لي ايه؟ قال لي ان القوه اللي انا هحللها على السطح الافقي اسمها قوه الاحتكاك. القوه اللي انا هحللها على السطح الافقي اسمها قوه الاحتكاك، يرمز لها بالرمز حاء. طيب وهحللها لقوه راسيه اسمها رد الفعل، بس اسمه رد الفعل العمودي، بيرمز ليه بالرمز راء فقط وليس راء داش. خد بالك في هنا داش، اما هنا في راء. طيب ننظف الورقه، نجيب ورقه جديده ونشرح الموضوع من اول. طيب بصوا معايا كده في الرسمه دي، دلوقتي انا معايا جسم، ده جسم اهو اللي هو الاحمر ده موجود على السطح، وقال لي ان السطح ده خشن زي ما انت شايف كده، والجسم ده بيتشد بقوه اهي اسمها قوه مؤثره. طيب قال لي اني اول لما احط الجسم على السطح اللي معايا، فالجسم ده هيأثر على السطح بوزن، ده طبيعي، اي جسم احطه على اي سطح هيأثر على السطح ده بوزن. طيب وطالما انا بشد الجسم ومعايا وزن، هل رد الفعل ينفع يكون عمودي؟ قلت لك غلط. اشمعنى؟ لان لو رد الفعل عمودي انت كده ما بتحققش شروط الاتزان اللي انا عاوز اوصل ليها، واللي الدرس كله اصلا مبني عليها او مبني على الفكره دي، ان الجسم لازم يكون متزن. فقال لي بالفعل علشان احقق او اوافي شروط الاتزان، فلازم رد الفعل في الحاله دي يكون مائل. فبالفعل عمل لي رد الفعل مائل اللي هو الشكل ده. طيب بعد لما عمل لي رد الفعل مائل، قال لي هطلق عليه اسم رد الفعل المحصل اهو. وبعد كده استنتجت معاك من شويه ان انا ببدا احلل رد الفعل المحصل الى قوتين متعامدتين، واحده على المحور الراسي والثانيه على المحور الافقي. قال لي رد الفعل الموجود على المحور الرأسي بياخد اسمه رد فعل عمودي، أما رد الفعل الناتج من عملية التحليل والموجود على المحور الأفقي اسمه قوة الاحتكاك، بيرمز لها بالرمز حاء اللي هي عاملة كده. طيب لحد دلوقتي أنا وصلت للحاجة اللي أنا عاوز أبدأ فيها بالفعل. إيه هي؟ هي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك يا جماعة بتنشأ عند تلامس أي جسمين، بمعنى لو ده جسم معاك وده سطح اللي هو اسمه سطح خشن، وأنا حطيت الجسم على السطح الخشن معايا، قال لي لو أنت أثرت
بقوة على الجسم ده، بينشأ قوة. لو انت أثرت على الجسم الموجود على السطح، أثرت عليه بقوة، بدأت أشده بقوة، معنى صح، نتيجة شده بقوة بينشأ قوة تانية اسمها قوة احتكاك. قوة احتكاك اللي هي دي بيرمز لها بالرمز حاء. طيب قوة الاحتكاك كده دلوقتي أنا أعرف أعمل لك ليها تعريف، إن قوة الاحتكاك هي قوة ناشئة بين سطحين، ده واحد وده والسطح الخشن ده سطح تاني، تنشأ بين سطحين متلامسين بالفعل. أنا يوجد عملية تلامس بين السطح اللي فوق والسطح اللي تحت، يبقى تنشأ بين قوتين ومتلامستين وبينهم ضغط. طيب هتسألني سؤال، فين الضغط ده؟ هو الواو. مش أنا لما أحط الجسم على السطح، الجسم الأحمر ده لما أبدأ أحطه على السطح هيبدأ يضغط عليه بسبب الوزن بتاع الجسم؟ أقول لك أه، يبقى قوتين ومتلامستين وفي ضغط بينهم اللي هو الوزن ده، وقوة أثرت على الجسم بينشأ قوة اسمها قوة الإيه؟ الاحتكاك. هي دي تعريف قوة الاحتكاك. علشان الناس اللي هتبدأ تحل الشيت أو الاختبار الإلكتروني هتلاقي أكمل، هيكون هتكون دي إجابة أول نقطة فيه، قوة الاحتكاك. طيب بعد كده بدخل في مبدأ تاني، بكمل بيه المبدأ اللي أنا بدأت بيه دلوقتي. المبدأ ده تعالى أفهمه ليك بس بتفصيل شوية. في البداية بص معايا على الشكل اللي معايا في الصورة ده. الشكل ده عبارة عن بوكس كبير شوية، تقيل شوية. الراجل بدأ يشده، بيشد بقوة قاف اللي هي دي، والبوكس أول لما حطيته على الأرض اللي بيشد عليها أو بيسحب عليها أثر عليها بالوزن اللي هو تحت واو. وعرفت معايا من شوية إن نتيجة الحركة دي بيكون في رد فعل، رد الفعل ده مائل، هو اسمه رد داش، اسمه رد فعل محصل. تمام تمام ركز معايا بقى. طيب بص معايا، الصندوق ده ليه وزن، تمام، واعتبر معايا ان وزن الصندوق ده كبير شوية. طيب هياخد وقت مني عقبال لما اعرف او اقدر اسحب الجسم واحرك الجسم. فانا دلوقتي عملت ليك خط اهو، الخط ده كده، الخط اللي هو فوق اللي هو بداية الحركة دي، وي على وشك الحركة، وي بداية، آسف في غلطة، الخط ده بيوضح ليا النقطة دي عدم الحركة، والنقطة دي على وشك الحركة، والنقطة الأخيرة هي بداية الحركة. طيب بمعنى أول لما أبدأ أسحب الجسم، جسمي نظرا لأن وزنه تقيل فمش هتحرك معايا من أولها، وانتوا أكيد عندكم وجهة نظر في الحتة دي، فهو هيبدأ يشد، يحاول يشد أكتر، يزود القوة أكتر لغاية لما يكون وصل عند نقطة معينة اللي هي النقطة دي، بعدها بيتحرك الجسم. طيب لو أنا همسك الكاميرا الهند بتاعتي وأبدأ أقرب وأفصل الحتة اللي أنا اتكلمت فيها دلوقتي، أول حاجة ده البوكس كان واقف ساكت ما أثرتش عليه بأي قوة، بدأت أحط القوة فيه وبدأت أسحب، فبدأ يظهر عندي احتكاك. نتيجة إن أنا أول لما أبدأ أشد الجسم بقوة بيظهر احتكاك. تمام؟ طيب هسألك سؤال، هل أول لما أبدأ أشد الجسم اللي هو البوكس ده واللي هو وزنه تقيل قوي هتحرك معاه بسهولة؟ لا. هتقول لي لا، هيفضل واقف في مكانه. بعدها عندي نقطة معينة اللي هي النقطة دي، هيبدأ يتذبذب كده ويكون على وشك الحركة. بعدها اللي هي عندي النقطة دي كده هيبدأ يتحرك عادي خالص. فقال لي طالما الجسم فضل ساكن واقف في مكانه من النقطة دي ليه حتى قبل النقطة دي، بينتج عنه احتكاك اسمه احتكاك سكوني. تاني، أنا أول لما أبدأ أشد البوكس اللي معايا، البوكس ما بيتحركش بسهولة زي ما كله متخيل، البوكس اللي معايا ما بيتحركش بسهولة زي ما كله متخيل. فقبل ما أنا ما أثرت بقوة وقبل ما الجسم ده يتحرك بينتج احتكاك اسمه احتكاك سكوني. اشمعنى سكوني؟ لأن الجسم ما زال في حالة سكون، ما زال في حالة وقوف أو اتزان. طيب هزود القوة، هزود القوة اللي معايا، لو أنا ماشي أهو خلاص أنا ماشي لغاية لما أبدأ أدخل على الحتة دي اللي هي الشرطة دي،
عندي الشرطة دي الجسم هيبدأ يعني يتذبذب كده، واللي هو ايه بيعرفك يا راجل انا خلاص على وشك الحركة. فعلى وشك الحركة بينتج احتكاك جديد اسمه احتكاك سكوني نهائي، تمام؟ تاني، وانا اول لما يكون الجسم على وشك الحركة عند النقطة دي بينتج احتكاك اسمه احتكاك سكوني نهائي. طيب رمزه ايه؟ هنعرف دلوقتي. طيب بعد ما يتخطى مرحلة النقطة دي بيدخل في مرحلة جديدة اللي هي النقطة دي، بعدها بيبدأ يتحرك الجسم عادي خالص نتيجة الحركة، أو اللي هي نتيجة حركة الجسم بقى اللي هي عند بعد النقطة دي بينتج احتكاك جديد تاني خالص اسمه كود، أو اسمه احتكاك حركي، اسمه احتكاك حركي. يبقى أنا كده قلت لك تلات أنواع من الاحتكاك، من أول النقطة دي لغاية قبل النقطة دي، قبلها مش عندها، لغاية قبل النقطة دي اسم الاحتكاك اللي معايا اسمه احتكاك سكوني، اسمه احتكاك سكوني بيرمز ليه بالرمز حاء كده. طيب عند النقطة دي أول لما يكون خلاص وصل بالفعل عند النقطة اللي هي عندها الجسم على وشك الحركة، بيتحول اسم الاحتكاك اللي معايا من احتكاك سكوني لاحتكاك اسمه احتكاك سكوني نهائي. طيب بأرمز ليه برمز ايه؟ قال لي بأرمز ليه برمز ح سين كده، اسمه احتكاك سكوني نهائي. ركزوا معايا في الأسماء وفي الرموز. طيب أول لما يبدأ يتخطى الجسم النقطة دي اللي هي عند الوشك الحركة وبالفعل وصل النقطة دي وبدأ يتحرك، بينتج احتكاك اسمه احتكاك حركي بيرمز ليه بالرمز ح ك، تمام؟ اذا ايه الرموز الثلاثه اللي معايا؟ الحاء قوه احتكاك سكوني، الحاء سين قوه احتكاك سكوني نهائي، الحاء كاف قوه احتكاك حركي، تمام؟ كده انا عرفتك الفرق بين الثلاثه، ان الحاء قوه الاحتكاك السكوني بتنتج فين؟ من اول لما ابدا اثر على الجسم بقوه من عند النقطه دي لغايه لما اوصل قبل النقطه اللي هي بتاعت على وشك الحركة. طيب أول لما أكون وصلت بالفعل عند نقطة وشك الحركة بيتحول اسم الاحتكاك السكوني لاسم تاني اسمه الاحتكاك السكوني النهائي، تمام؟ اللي هو ح س. طيب بعدها أول لما يكون الجسم وصل لنقطة بداية الحركة وبدأ بالفعل أصبح الجسم متحرك معايا، قوة الاحتكاك السكوني اللي معايا بيتحول اسمها لاحتكاك حركي بيرمز ليه بالرمز ح ك، ده اللي هو ده، تمام؟ تمام. طيب كده انا خلصت الجزئيه بتاعت عرفتك يعني ايه ح، يعني ايه ح س، ويعني ايه ح ك. طيب بدخل في حته بعد كده اسمها معامل الاحتكاك. طيب الشكل اللي معايا موجود جسم اتحط على سطح خشن، اهو اتحط على سطح خشن، بدأت اشد الجسم ده بقوه مؤثره ونتج عن الوزن والقوة رد فعل مائي اللي هو ده، اسمه رد فعل، اسمه بيرمز ليه بالرمز راء داش، واسمه رد الفعل المحصل. بدأت أحلل رد الفعل المحصل ليه قوتين عموديتين، واحدة لفوق اسمها رد الفعل العمودي راء، وواحدة أفقية هوريزنتال اسمها حاء، وهي اسمها احتكاك سكون. طيب رمزها حاء واسمها احتكاك، قوة احتكاك سكون. طيب في الحالة ديت الراجل بيقول لي لو أنا أخدت، لو أنا أخدت معايا قوة الاحتكاك دي، لو أنا أخدت قوة الاحتكاك السكوني وبدأت أركز عليها من عند النقطة دي كده، و مسكت ورقة وكنت عاوز أسجل أشوف إيه التغيرات اللي هتحصل، فاكتشفت إن القوة بدأت بالفعل قوة الاحتكاك، فضلت معايا قوة احتكاك سكوني لغاية لما قربت عند النقطة دي كده، بدأ الجسم يتذبذب أو يهتز عند النقطة 2 دي، وأصبحت قوة الاحتكاك اللي معايا تحولت من احتكاك سكوني لاحتكاك سكوني نهائي اللي هو رمزه حاء سين بالشكل ده.
فهحط ح س. تمام، عند النقطة ح س اللي هي دي، الراجل بيقول لي في قانون جديد. ايه هو القانون؟ بيقول لي لو انا اخدت ح س دي اهي وقسمتها على رد الفعل العمودي اللي هو فوق ده، تمام، قال لي نتيجة النسبة بين قوة الاحتكاك السكوني النهائي ح س ورد الفعل العمودي بيساوي أو بيطلق عليه معامل الاحتكاك السكوني ميم س. ميم معامل احتكاك وس سكون. تاني بقى اسمه ايه؟ اسمه معامل احتكاك سكوني. طيب كده ميم س اسمها معامل احتكاك سكوني. يبقى قانون معامل الاحتكاك السكوني بيساوي النسبة بين قوة الاحتكاك السكوني النهائي ورد الفعل العمود. انا عرفت ان الراء اللي هي الراء دي اسمها رد فعل عمودي، وحاء س اللي هي دي اللي هي اصبحت اسمها قوة احتكاك سكوني النهائي، هي عند النقطة 2. طيب بعد لما وصل الجسم معايا لنقطة 2 اللي هو كان على وشك الحركة، فضل ماشي معايا لغاية النقطة 3. من النقطة 3 تحرك الجسم، بدأ الجسم يتشد بقى وبدأ يتحرك من مكانه. عندها قال لي الاحتكاك بيسمى بالاحتكاك الحركي، بيرمز لي بح كاف كده. قال لي وقتها لو انا هاخد ح كاف اللي هي قوة الاحتكاك الحركي، قوة الاحتكاك الحركي، قال لي لو انا هاخد ح كاف واقسمها على رد الفعل، اهو ح كاف على رد الفعل، في الحالة دي بينتج معامل جديد اسمه معامل الاحتكاك الحركي ورمزه ميم كاف. تمام، يبقى لو انا بعد لما الجسم معايا تخطى مرحلة على وشك الحركة ودخل في مرحلة الحركة بالفعل اللي هي اسمها كاينيتيك، في قانون بيقول لي النسبة بين معامل الاحتكاك الحركي ورد الفعل العمودي بيسمى بمعامل الاحتكاك الحركي. طيب كده عرفتك الفرق بين معامل الاحتكاك السكوني ميم سين ومعامل الاحتكاك الحركي ميم كاف. بعد كده بدخل في حاجة اسمها قانون رد الفعل المحصل. قانون رد الفعل المحصل لو هبص على الشكل، رد الفعل المحصل اهو، اما ده اسمه رد الفعل العمودي وده اسمه احتكاك سكوني. قانون رد الفعل المحصل قال لي بيساوي، ركز معايا، ر داش رد الفعل المحصل بيساوي الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لقوة الاحتكاك السكوني تربيع، اهو قوة الاحتكاك السكوني تربيع، زائد رد الفعل العمودي تربيع. تاني رد الفعل المحصل القانون بتاعها بيساوي ايه؟ يعني انا لو معايا قيمة رد الفعل ومعايا قيمة الاحتكاك السكوني هعرف اجيب قيمة رد الفعل المحصل منين؟ من القانون ده. رد الفعل المحصل بيأكل او بيساوي الجذر التربيعي دي الحاء تربيع زائد راء تاء تربيع. تمام، حاء تربيع زائد راء تربيع. في برضو مدخل بيدخلك لحتة لو انا معايا، لو انا الاحتكاك السكوني اللي معايا ده احتكاك سكوني، طيب افترض الاحتكاك السكوني اللي معايا نهائي يعني رمزه عامل كده، قال لي انا كده ممكن ادخل في قانون جديد. بمعنى انا قايلك من شوية ان انا معايا قانون ميم سين بيساوي ح سين على راء، صح؟ ممكن اعوض عن ح سين بتساوي ميم سين في راء، فانا هشيل دي واحط مكانها مين؟ ميم سين في راء تربيع، هيصبح الشكل عامل كده. طيب بعد لما انا قلت لك ان رد الفعل المحصل بيساوي الجذر التربيعي ل ح تربيع سين زائد راء تربيع، وعرفت من شويه ان قانون قوه الاحتكاك السكوني النهائي اللي هو ده بيساوي معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل العمودي، هعوض عن ح سين في القانون ده، هيصبح ليه راء داش بتساوي الجذر التربيعي لميم سين تربيع راء تربيع زائد راء تربيع، او راء تربيع نزلتها وح سين شلتها وحطيت ده بس تربيع، هاخد الراء تربيع طالما موجودة في الطرفين هاخدها عامل مشترك بالشكل ده، وافتح قوس براء تربيع
في ميم سين تربيع زائد واحد. الراء تربيع الجذر التربيعي لعدد مربع كامل بيساوي باخد قيمة راء بره وبفتح الجذر التربيعي لواحد زائد ميم سين تربيع. ده كده شكل تاني لقانون رد الفعل المحصل. طيب الحتة الجديدة أو الحتة اللي بنتقل ليها بعد كده هي اسمها زاوية الاحتكاك. طيب قبل ما أبدأ أشرح فيها لازم تكون عارف إن زاوية الاحتكاك دي لها وجود في حالة الاحتكاك السكوني النهائي فقط. بمعنى لو أنا معايا، آسف ثانية، لو أنا معايا الحاء والحاء س، الحاء اللي هو قوة الاحتكاك السكوني، أما الحاء س هي قوة الاحتكاك السكوني النهائي، فقال لي عندك زاوية الاحتكاك بتوجد في حالة الاحتكاك السكوني فقط، يعني دي ملهاش أي سين لازمة وأنا شغال على دي بس. تمام؟ طيب فين هي زاوية الاحتكاك؟ زاوية الاحتكاك هي الزاوية لام اللي هي دي. تمام؟ زاوية الاحتكاك هي الزاوية لام اللي هي دي. طيب أنا عاوز أعرف شوية معلومات عن زاوية الاحتكاك. أول حاجة معايا تعريف زاوية الاحتكاك، لو ركزت معايا هتلاقي إن زاوية الاحتكاك دي هي زاوية محصورة بين إيه وإيه؟ محصورة بين رد الفعل اللي فوق ده، رد الفعل العمودي اللي هو ده، ورد الفعل المحصل. يبقى تعريف زاوية الاحتكاك هي الزاوية المحصورة بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل. طيب دي كده او ده كده اول تعريف معانا. طيب قانون زاوية الاحتكاك، زاوية الاحتكاك لو انا مثلا قلت ليك انا عاوزك تجيب لي قانون، القانون ده بيمثل ظا لام، وظا اللي هي ظل الزاوية لام، بعمل ايه؟ خط كده، باخد خط هنا كده. تمام؟ هسألك سؤال تاني، الخط ده اللي هو انا لسه واخده اللي هو ده موازي لمين؟ الخط ده صح؟ اللي هو خط عمل مين؟ خط عمل الاحتكاك السكوني. طيب سؤال تاني، لو انا قلت ليك ظا لام، ظا لام، ظا الزاوية لام بيساوي دايما ظل اي زاوية بيساوي المقابل على المجاور. طيب في المثلث ده اللي هو المثلث اللي فوق ده، المثلث ده كده، طيب ظا لام فيه بيساوي كام؟ المقابل اللي هو الخط ده اللي هو موازي لخط عمل حاء س، يبقى ظا لام بيساوي حاء س على تاني، ظا لام بيساوي حاء س على. طيب ده المقابل، المجاور اللي هو ده، ده المجاور اللي هو خط عمل مين؟ رد الفعل العمودي. يبقى ظا لام بيساوي حاء س على راء اللي هي بيساوي قوة الاحتكاك السكوني النهائي على رد الفعل العمودي. طيب بعد كده بستنتج معاك قانون من القانون ده. فاكر انت القانون بتاع معامل الاحتكاك السكوني؟ قانون معامل الاحتكاك السكوني كانت ميم س بتساوي حاء س على راء. قلت ايه ده؟ ده الاتنين زي بعض، يعني القانون ده زي ده. اذا معايا قاعدة بتقول لي ان ظا لام بتساوي ميم س، ظا لام بتساوي ميم س. انطاها عربي، ظل زاوية الاحتكاك بتساوي معامل الاحتكاك السكوني، ظل زاوية الاحتكاك ظا لام بتساوي معامل الاحتكاك السكوني ميم س. طيب طيب الحتة اللي بعد كده خاصة بمعادلات الاتزان. كده انا اخدت تعريف الاحتكاك، انواع الاحتكاك السكوني والحركي، عرفتك ايه هو الاحتكاك السكوني النهائي، معامل الاحتكاك السكوني، معامل الاحتكاك الحركي، زاوية الاحتكاك، قانون رد الفعل المحصل. دلوقتي حان الوقت لنختم الحصة بحاجة اسمها معادلات الاتزان. بمعنى طيب معادلات الاتزان معايا بيقول ايه؟ القانون بيقول ايه؟ بيقول اذا كان الجسم متزن. بمعنى انا معايا جسم، الجسم ده فين؟ الجسم اهو
اللي هو الأحمر ده، الجسم ده إذا كان متزن. النتيجة فإن كل قوتين على خط عمل واحد، مثلا القوة قاف والقوة ح، أي قوتين أو كل قوتين على خط عمل واحد، كل قوتين على خط عمل واحد متساويين في المقدار، كل قوتين على خط عمل واحد ومتضادين في الاتجاه متساويين في المقدار. بمعنى أستنتج من قانون الاتزان اللي أنا لسه قايله إن ق تساوي ح وراء يساوي واو. تمام كده، إيه ده كده معادلات الاتزان. طيب هو طبعا في الامتحان بيبدأ يغير ده الشكل التقليدي، دي أول حصة، لسه الحصة الجاية هنحل فيها أمثلة وهنشوف التغيرات اللي بيغيرها وهنشوف الأفكار والتريكات اللي بيعملها دايما. طيب ده كده القانون، كل قوتين إذا كان الجسم متزن كل قوتين موجودين على خط عمل واحد ومتضادتين في الاتجاه، فالقانون بيقول لي إن القوتين متساويتين، يعني الراء بيساوي الواو والقاف بيساوي الحاء. طيب سألني أو قال لي بص أنا هعمل لك تركاية، افترض إن خط القوة اللي معاك ليس أفقي، بمعنى راح جاي على القوة كده، القوة دي يعني عامل على كروس كده، قال لي قوة غير أفقية. بمعنى بص معايا، القوة غير أفقية راح جاي من عند النقطة دي، عمل سهم كده وقال لي إن القوة قاف أهي. تمام، يبقى القوة غير أفقية بمعنى إن القوة تميل على المحور الأفقي أو تميل على المحور الرأسي. افترض معايا إن القوة قاف تميل على الأفقي بزاوية هاء أو هي. تاني، القوة دي تميل على المحور الأفقي بزاوية هاء. طيب أول حاجة قبل ما أكتب معادلات الاتزان لازم أحلل القوة، بمعنى إن الاتزان بيقول لي كل قوتين كل قوتين موجودين على خط عمل واحد، القوة دي موجودة على أنهي خط عمل أو مين القوة اللي معاها علشان تقولي إن الجسم متزن. إذا قبل ما أكتب معادلات الاتزان لازم أحلل القوة اللي معايا، فأنا أحلل القوة قاف لقوتين أو لمركبتين، واحدة أفقية في الخط ده واحدة أفقية في الخط ده والتانية رأسية في الخط اللي هو فوق ده. تمام، طيب وبالتالي هيصبح بعد أو نتيجة التحليل إن الخط الأفقي بيجمع قاف جتا ها، والخط الرأسي بيجمع را اللي هو الر رد الفعل، وبيجمع تاني قاف جا ه. الحتة دي أنا رجعتها معاك في أول الفيديو، ممكن ترجع الفيديو وتشوفها تاني. طيب هكتب معادلات الاتزان. أول حاجة قال لي قانون الاتزان كل قوتين على خط عمل واحد ومتضادتين في الاتجاه متساويتين في المقدار، لذلك قاف جتا اهي بتساوي ح، واحد اهو قاف جتا اهي تساوي ح. طيب رقم اتنين بالنسبة للخط الرأسي ان كل قوتين متقابلتين على خط عمل واحد متساويتين في المقدار، اذا واو لتحت ده هيساوي الراء زائد قاف جا ه. مش معنى جمعتهم لان انا دي قوه، الراء قوه وقاف جا ه قوه تانية، بجمع الاثنين بحطهم في قوه واحده، القوه الناتجه من جمعهم بتساوي واو. تمام، اذا دي معادلات الاتزان، وبالتالي اي شكل معاك هتطبق عليه معادله الاتزان امشي بالقاعده الأصلية أحسن لأنها هتفيدك ما تحفظش. القاعدة بتقول لي إن كل قوتين على خط عمل واحد ومتضادتين في الاتجاه، خدهم يا عم الحاج وساويهم ببعض. دي كده بالنسبة لمعادلات الاتزان. طبعا الناس بعد لما تسمع الفيديو سواء حضرت الحصة بتاعت المرة اللي فاتت أو الحصة الفيديو دي، في ديسكريبشن بتاع الفيديو موجود ملزمة الشرح او ورق الشرح اللي هو فيه الحاجات اللي انا بشرح منها يعني، وتحتي مباشرة في لينك اختبار الكتروني حضرتك هتدخل تحله بالكود اللي معاك، لو معكش كود ممكن هتتواصل مع الاسيستنت وتحل
تاخد كود خاص بيك علشان تسجل معانا. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.